بسم الله الرحمن الرحيم. الخميس 20 سبتمبر 2018 العاشر من محرم 1440. يا مساء الخير على حضراتكم. 1440 هجرية طبعا. يا مساء الخير على حضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة طبعا ذكرى عاشوراء، وناس كتيرة جدا صامت النهاردة، وناس كتيرة جدا كانت بتوصي بعضها البعض بصيام اليوم. يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى فيه الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام وقومه من فرعون وجنوده. صاموا سيدنا موسى شكرا لله تعالى، وصاموا نبينا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وأمر المسلمين بصيامه. طبعا كان بيستحب جدا صيام عاشوراء النهاردة، عشان كده ناس كتيرة كانت بتشجع بعض وتقوم. هي التسعة والعاشوراء، يعني 9 و10 من محرم. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. فقال: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وأمر بصيامه. والحقيقة أنه يعني في طبعا أحاديث كثيرة أنه صيام عاشوراء بيكفر ذنوب السنة الماضية، وأنه من الأعمال الجميلة المستحب أن يقوم بها المسلم. وفي كل الأحوال طبعا إحنا طول الوقت بنقول أنه إن شاء الله بإذن الله تكون دعوة الصائم مستجابة، وبالتالي كنا دايما بنوصي بعض وما زلنا بنوصي بعض أنه من يصوم أو من يفعل أي عمل، أي عمل طيب، لو صدقة، لو زكاة، لو صوم، لو الصلاة طبعا طول الوقت، ندعو الله سبحانه وتعالى بالصلاح والفلاح، وندعو الله سبحانه وتعالى أيضا أن يحمي مصر، مصر الحبيبة، البلد اللي كتير جدا حاولوا يعني من زمان قوي من مئات السنين يمكن حاولوا يحتلوها، حاولوا يغتصبوا أراضيها، حاولوا يفتتوا شعبها، حاولوا يزرعوا الفتن فيها، لكن الحمد لله بتفشل دائما هذه المحاولات. ندعي مصر أنه ربنا يحفظها وربنا يجعلها دايما بلد الأمن والأمان، ونكون طول الوقت إن شاء الله فرحانين. وعلى قد ما إحنا ممكن نكون موجوعين من أوضاع معينة اقتصادية صعبة، لكن في نفس الوقت يكون عندنا دايما باب الأمل ده، الأمل إنه في حاجة حلوة بتتبني لبكرة، وفي دولة مؤسسات بتتشكل وبتتبني واحدة واحدة. هي اتبنت بالفعل لكن بنشتغل عليها واحدة واحدة. دولة مؤسسات كانت يمكن أحد أهم بنود المؤامرات على مصر أن تفكك هذه المؤسسات، تصبح مصر بلا مؤسسات. ودايما الحقيقة حتى كان في فيديو كنت بتفرج عليه قريب كده لأحد المحاضرين رجال المخابرات يعني الروس اللي كانوا بيطلعوا برا في أمريكا أوروبا بيدوا لكتشرز أو محاضرات بيكلموا فيها عن محاولات تفتيت الأمم، وإزاي الاتحاد السوفيتي كان تم تفتيته بالفعل، وفكرة دايما الدخول إلى الشعب، وإنه دلوقتي الحروب الجديدة وهذا الشكل الجديد من الحروب ليس حروب بسلاح، مش سلاح وطيارة تضربك، لا، إنك تفتت الشعب، إنك طول الوقت تثير حالة من الإحباط عند الشعب، إنك تخلي شباب أي شعب أنت عايز تدمره أو تدمر أو تحتل بلده فكريا واقتصاديا وما إلى ذلك، تخلي الشباب في البلد ده دايما بائس، يائس، باصص بنظرة كلها سلبية، ما عندوش أمل في بكرة. كل ما تيجي تتكلم أو تطلع أو تعمل خطوة حلوة لقدام تحاول تنشر الكلام اللي هو بتاع يعني إيه الفايدة، ما هو كله محصل بعضه، طب وإيه الجديد في كده، أيوة يعني إحنا رايحين على فين. لا، الحقيقة إنه في رؤى مختلفة بتتشكل بتشكل مؤسسات هذه الدولة المصرية العريقة. والحقيقة إنه اسم مصر أكبر بكتير جدا من إنه أي حد فينا أيا كانت مشاكله إيه يكون قاعد جوه أو بره مصر ويتكلم عنه، إلا أن ينحني احتراما لاسم مصر العظيم. حفظ الله مصر وحفظ الله شعبها، وإن شاء الله يا رب دايما في تقدم ونجاح. كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية. أكيد على مدار الأسبوع كان في أحداث كتيرة جدا، هنشوف على طول دلوقتي هذا التقرير ونرجع نبدأ أخبارنا. عندنا وجبة دسمة من الأخبار النهاردة وفقرات مهمة جدا. يا أهلا وسهلا بحضراتكم في